العلاقات الثنائية الآن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هكذا افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارته إلى العاصمة الإيرانية التي تعد الأولى بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد بين البلدين. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن الأمن أمر حيوي لدول الجوار، وأضاف أن البلدين يسعيان لنشر السلام والأمن بالمنطقة ودعم العلاقات الاقتصادية. علاقات ثنائية عادت بوساطة عمانية صينية خلال الشهر الماضي لتفتح المجال أمام تطبيع العلاقات، فبموجب المصالحة أعادت إيران فتح سفاراتها في الرياض في 6 يونيو، وعينت الدبلوماسي علي رضا عناياتي نائب وزير الخارجية حتى ذلك الحين سفيرا لها، في حين تستكمل الرياض أعمال الترميم لسفارتها في طهران. زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران وعقد اجتماع مع نظيره الإيراني وآخر مع الرئيس إبراهيم رئيسي وصفها محللون ذو الخطوة الفعلية نحو إيجاد حلول لعدد من قضايا المنطقة على رأسها الأمن البحري في الخليج والقضيتان الفلسطينية واليمنية، بخلاف تأثير هذا التقارب في إيجاد حل للقضية اللبنانية أيضا والوصول إلى منطقة آمنة بعيدا عن الصراع النووي. أعقبت المصالحة السعودية الإيرانية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي بالشرق الأوسط، وعادت المملكة علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية.